السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم يا أيها الفضلاء من الذين إذا أذنبوا استغفروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة، جعلني الله وإياكم من السعداء. أيها الأخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى ابتلانا وامتحننا واختبرنا في هذه الحياة بامتحان وابتلاء عظيم، والناس أمامه بين اثنين: إما ناجح ومفلح في هذا الاختبار والامتحان، وإما خاسر والعياذ بالله. والنجاة عند الله عز وجل معلقة بالنجاح في هذا الاختبار، الذي يوفق إلى النجاح في هذا الاختبار فليبشر بالخير، فإنه قد حيزت له السعادة بحذافيرها. أما هذا الامتحان يا أيها الإخوة، فإنه بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فلنعلم أن الله امتحن الناس جميعهم منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، كلهم اختبرهم الله عز وجل وامتحنهم وابتلاهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، هذا حديث قدسي وهو حديث طويل، الشاهد فيه جملة نريد أن نقف عندها في هذه الليلة إن شاء الله. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي الصحيح: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إنما بعثتك لأبتليك، امتحان للنبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغ البلاغ المبين أم لا؟ ولا شك ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ونشهد الله على ذلك. أما الأمر الثاني فإنه الأمر المتعلق بنا، وهو أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم امتحان واختبار لنا معشر الناس جميعا، كما ذكرت منذ بعثته وإلى قيام الساعة: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إذن يا إخوتاه، هذا الحديث العظيم يبين لنا
غايتك في الحياة يا عبد الله ويا عمة الله. هذه غاية عظيمة يجب أن تكون نصب عينيك، اكتبها في عقلك وقلبك وتأملها كل يوم. فوظيفتك في هذه الحياة ذات الأيام المعدودة والأنفاس المحدودة ليس أن تأكل، ليس أن تشرب، ليس أن تكتسب المال، ليس أن تعمل في التجارة، ليس أن تتوظف، ليس أن تتزوج. هذا كله يأتي في رقم 2 في الخلف. وظيفتك في هذه الحياة هي أن تنجح في هذا الامتحان، أن تحقق الأمر الذي أوجبك الله سبحانه وتعالى، أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، وهو أنك تنجح في هذا الامتحان. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وأكثر الناس مع الأسف الشديد في غفلة، غافلون عن هذه الحقيقة، أنه يعيش في هذه الحياة لكي يكون عبدا لله ولكي يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس منذ أن يصبح وإلى أن يمسك ليس لهذه الحقيقة في وقته، في عمله، في اهتماماته، ليس لها أي أثر. المهم الأكل، والمهم الشرب، والمهم الاستمتاع، ويغفل عن أن هذه الحياة مجرد فترة مؤقتة، وعن قريب سنغادرها جميعا، وسيجازينا الله سبحانه وتعالى على ما عملنا. هناك ستكون النتيجة، هل نجحنا في الاختبار؟ أول عياذ بالله فشلنا. نعم. السؤال الآن، كيف ينجح الإنسان في هذا الامتحان؟ كيف ينجح في هذا الامتحان؟ قلنا إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء واختبار وامتحان للناس، والسؤال كيف ننجح؟ الجواب عن هذا بأمور. أولا، الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، وأن رسالته عامة للثقلين الإنس والجن، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا إيمان بالله إلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول يشتمل على أربعة أشياء: الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، هذه عقيدة يجب أن تكون راسخة في القلوب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الإيمان بأن رسالته عامة للثقلين الإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود، خرجه مسلم في الصحيح. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والإيمان بأنه لا يمكن أن يكون إيمان بالله إلا إذا قرن بالإيمان بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله. والله إن جميع الطرق إلى الله لمسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا حكم وهو الذي لا يبدل القول لديه، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله
لا يقبل الله إيمانا ولا عقيدة ولا عبادة ولا عملا صالحا ما لم يكن مقرونا بالإيمان والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا أمر قطعي يجب أن يستقر في نفوسنا جميعا، وهو أن كل الناس خاسرون وكل الناس ضالون إلا من أيقظه الله عز وجل وأحياه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الناس موتى إلا إن أنقذهم الله، إلا إذا أيقظهم الله وأنقذهم وأحياهم بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: محبته صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة تفوق محبة كل شيء إلا محبة الله. أما من المخلوقين فيجب وجوبا عينيا على كل واحد منا معشر المسلمين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ووالدته وأبنائه وزوجه وأصحابه، بل والناس أجمعين، بل ومن نفسه التي بين جنبيه. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله لن تؤمن الإيمان الواجب عليك حتى يكون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منزلته في قلبك هذه المنزلة. سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أحد التابعين يسأل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال عجيب. والله علي رضي الله عنه بحاجة في هذا الجواب أن يلخص أمرا عظيما، فإنه ما وجد في الناس حب كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما وجد أن أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ. على الظمأ يعني العطش. هكذا كانت محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبهم الكريم صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من كل شيء. وهكذا ينبغي أن نسير وأن نكون يا أيها الإخوة الفضلاء سائرين على هذا النهج. محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا أعظم من كل محبة إلا من محبة الله. هذه المحبة لها آثار وعلامات، من ذلك
تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه يعني تنصروه، وتوقروه يعني تعظموه. فيجب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حيا عليه الصلاة والسلام بيننا اليوم فإنه والله يجب أن نفديه بكل غالي، نفديه بأنفسنا وبآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبمن على وجه الأرض جميعا. في صحيح مسلم أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يرمي النبل على المشركين يوم أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على القوم، يعني يريد ينظر ما هو الحاصل في أرض المعركة، فيقول له أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، يا رسول الله، لا تشرف، يعني لا تبرز أمام المشركين، فيصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك يا رسول الله. نحري دون نحرك يا رسول الله. فإن أبا طلحة يتمنى لو أن السهم يأتي في صدره ويصل إلى قلبه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يجب نصرته عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وعن سنته ضد كل من يعتدي على حقه الشريف وسنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا حق واجب. تذكر قول الله عز وجل: وتعزروه، يعني تنصروه. أما تعظيمه عليه الصلاة والسلام فهو الذي جاء في قوله: وتوقروه. لا بد من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون له في القلوب وعلى الألسن المحل الشريف العظيم اللائق به عليه الصلاة والسلام احترام وتقدير وتبجيل وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه في حياته لا ترفع الأصوات في حضرته، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا ترفع الآراء فوق سنته عليه الصلاة والسلام. لا يجوز. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أن يرفع الصوت بين يديه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه سمع رجلين ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهم رضي الله عنه أن يضربهما حتى علم أنهما ليس من أهل المدينة ورباء ما يعرفون الحكم، فتركهما. لما سمع صوتهما عاليا قال: ترفعون أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته بالقرب من قبره عليه الصلاة والسلام لا يجوز رفع الصوت تقديرا
وتبجيلا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف بالذي يقدم الآراء والأقوال والأحكام فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه ما عظم النبي عليه الصلاة والسلام حق تعظيمه. الأمر الثالث بعد الإيمان بنبوته ومحبته عليه الصلاة والسلام المسارعة إلى طاعته عليه الصلاة والسلام. يا من يحب رسول الله، يا من يقول أشهد أن محمد رسول الله صباح مساء، عليك أن تعلم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الشهادة برهانها ودليلها المسارعة إلى طاعته عليه الصلاة والسلام. ما معنى أن يكون رسولا من عند الله؟ ما معنى أن تؤمن برسالته إذا كنت لا تطيعه؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن واجب إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أو ينهاك أو يرشدك أن تبادر وأن تطيع وأن تستجيب. هذا أمر لا خيار فيه، ليس الأمر راجع إلى رأيك وما تحب. والله تحب أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فلك ذلك، وإذا أحببت فالأمر لك. لا والله الأمر ليس كذلك. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والاجتهاد عما نهى والاجتناب عما نهى عنه وزجر، أمر واجب متعين على كل واحد منا عباد الله. وبهذا تتحقق محبته ويتحقق وتتحقق الشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام. واعلم يا عبد الله، اعلم يا أيها المسلم، اعلم يا أيتها المسلمة، أن كل خير في الدنيا والآخرة مرتبط بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد؟ تريد الجنة؟ والله إنها في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض ما يريد، وإلا كل الأمة ستدخل الجنة، لكن هناك من لا يريد هذا لا يدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يعني الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يريد الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام كلمة وجيزة عظيمة، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد الجنة طريقها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد رحمة الله والله إنها في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تريد الهداية، تريد النجاة من الضلال، والله إنها في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الخير في الدنيا والآخرة مرتبط باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كما أن معصية النبي عليه الصلاة والسلام والله إن شأنها لعظيم، معصية النبي عليه الصلاة والسلام شأنها عظيم،
إياك أن تتساهل، فإن العقوبة للصد والعناد ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم والله، وقد تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. الذي يعاند السنة ويتعمد خلافها هذا والله إنه يعرض نفسه لخطر عظيم. الشر كله مرتبط بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. حذاري يا عبد الله أن تتعمد ذلك، فإن هذا من أسباب وقوع أنواع الشرور وضيق النفس وتعسر الحياة. إي والله، بعض الناس اليوم يقول لا أدري لماذا حياتي منغصة، لماذا كلما طرقت بابا أجده مغلقا، أموري المادية ضعيفة، أحوالي في الأسرة مشاكل، كلما خرجت مشكلة وقعت في مشكلة، من أين أتيت؟ راجع نفسك يا عبد الله، راجع نفسك، ربما أتيت من مخالفة لأمر واحد أو ارتكاب لنهي واحد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستهن بهذا أبدا، واسمع هذا الحديث العجيب يا رعاك الله. في صحيح مسلم أن رجلا كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل بشماله، يأكل بإيش؟ بالشمال. هذه مسألة صغيرة عند بعض الناس، يأكل بيمينك بشمالك الأمر سهل، لماذا التشدد؟ لماذا التنطع؟ الأمر سهل، لكن في ميزان الشرع لا والله، ليس هناك قشور كما يقولون في الشريعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمين وعظيم. المهم أن هذا الرجل كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، كاذب، هو يستطيع لكن عنده كبر في نفسه، عنده معاندة للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه، لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي فما رفع يده بعد ذلك إلى فيه، نسأل الله السلامة والعافية، يده شلت، أصبحت ما تتحرك. ما السبب يا إخوة؟ معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاندة سنته. حذاري، إياك ثم إياك، إن سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعانده، أن تتعمد مخالفته، فإن ذلك والله عند الله عظيم. الأمر الرابع يا أيها الإخوة الذي به تنجو بتوفيق الله عز وجل ورحمته، هو أن تجعل التقديم لسنته وقوله عليه الصلاة والسلام قبل كل قول ورأي وحكم مهما كان قائله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا يجوز أن تتقدموا بقول أو فعل على قول رسول على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة عظيمة في هذا العصر يا إخوة، أكبر مشكلة في عالم المسلمين اليوم مع الأسف الشديد،
تقصير بعضهم في هذا الأمر، فإن من الناس من إذا قيل له يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجيب إذا كان ذلك مخالفا لهواه يقول ولكن مذهبي يقول خلاف ذلك. الله أكبر، هل لقول أحد مجال مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال له يا فلان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول والله لكن شيخ يقول وخلاف ذلك. الله أكبر. يقال له هذه السنة يقول لكن العرف اختلف، الزمان تغير. حذار يا عبد الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب والله أن يكون له التقديم فوق كل قول وقبل كل رأي. كل الآراء، كل المذاهب، كل الأقوال، كل الأنظمة توضع في الأرض تحت السنة والسنة فوقها. إيه وربي، الإمام الشافعي رحمه الله روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا أبا عبد الله أتقول بهذا الحديث أتأخذ به؟ فغضب رضي الله عنه وأرضاه وقال أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ يعني هل تراني أمامك نصراني؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ كانوا في القديم يميزون بين المسلمين وغيرهم، كان أهل الكتاب يلبسون شيئا في وسطهم يسمى زنارا. قال يعني هل تراني كافر؟ حتى أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم لا أخذ به؟ بلى على الرأس وعلى العين، بلى على الرأس وعلى العين. هذا محل كلام، هذا محل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا يا إخوة؟ سمعنا وأطعنا، وخلاف ذلك الخطر والضلال المبين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب يا إخوتي أن يكون منا التسليم التام لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إن كنا نريد أن ننجو عند الله. الأمر الخامس والأخير، قلنا يا إخوة الإيمان بنبوته عليه الصلاة والسلام، والثاني محبته عليه الصلاة والسلام، والثالث المسارعة إلى طاعته، والرابع تقديم قوله على كل قول، والأمر الخامس الاكتفاء بسنته وعدم الزيادة عليها. إن كنت تريد النجاة والنجاح يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة فالله الله بالاكتفاء بالسنة وعدم الزيادة عليها، فإن الخير كل الخير في السنة، والزيادة عليها والإحداث في دين الله لا خير فيه، بل إنه والله شر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أصحابه في افتتاح خطبه عليه الصلاة والسلام،
كلاماً لترسخ معانيه في القلوب، فكان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها انتبه، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله كل محدثة بدعة، ولو رأيتها حسنة. قال ابن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. اليوم نسمع بدعة إيش؟ حسنة. تقول له: يا عبد الله، هذا ما عليه سنة، هذه بدعة. يقول: صحيح بدعة، لكنها بدعة حسنة. سبحان الله، بدعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وأنت تقول: لا، هناك بدعة ضلالة، هناك بدعة حسنة. هل يقدم قولك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن يا إخوة، قاعدة الشريعة هي: الواجب عليك أن تعبد الله بما يحب لا بما تحب. انتبه، هذه حقيقة مهمة يغفل عنها كثير من الناس. الشأن كل الشأن، والمهم كل الأهمية، هو أن تعبد الله بما يحبه هو سبحانه وتعالى، وليس بما تحبه أنت. إن استحسنت بعقلك أمرا تقول أتقرب به إلى الله عز وجل، ليس هذا هو الدين، ليس هذا هو التشريع. المسألة وما فيها أنك مطالب بأن تتعبد لله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء الذي يحبه الله. إذا حذار يا إخوتي من البدع والمحدثات. كل من أحدث في الدين شيئا استحسن بعقله أن يتقرب إلى الله بشيء، ليس عليه خاتم النبوة، ليس عليه طابع النبوة، فليعلم أنه أحد اثنين، يلزمه أحد لازمين ولا بد: إما القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهل شيئا من الخير وتعلمه أنت، إذا أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين الله وبما يحبه الله، أي يقول مسلم هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والمحدث لسان حاله يقول: لا، أنا عندي معرفة بشيء يقرب إلى الله ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما جاء في السنة. مسألة خطيرة. أو وهو الأمر الثاني، أن لسان حال المبتدئ للمحدث يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا فيه خير، ولكنه كتم وما بلغ. إذن يلزمه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أنه ما بلغ البلاغ المبين. وهذا والله أمر عظيم. أيجرؤ مسلم على أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إذن كل مبتدع يلزمه أحد لازمين: إما القول بجهل النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، أو أنه علمه ولكنه كتمه ولا يقول مسلم بذلك. إذا حذار يا إخوتي من الزيادة والإحداث. يكفيك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن بلغك عبادة قيل لك هذا خير يقرب إلى الله، قل أهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قيل نعم والسنة سنة صحيحة، قل على الرأس ولا العين، أقبل وأبشر بالخير، افعل وأبشر بالخير. لكن إن كان شيئا جديدا ما كان يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدعك منه، والله لا خير فيه، والله لا خير فيه. هذا الذي أوصي نفسي به وإياك يا رعاك الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما سأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.